اسمعني خويا، تسمعكم مزيانه رجاء، تفضلي خويا. انا نعاود لك من الصغر ديالي، خذي من اللي تزاديت حتى لدابا. اها، انا تزاديت بنت 7 شهور. اها، تزاديت حنا تزادينا حنا جوج بنيات تويمين، بنات 7 شهور. اختي ماتت وانا بقيت. من بعدها الوالدة طلقات من الوالد وتزوجات براجل آخر، بقيت كان كبير بشوية بشوية. المهم هي من اللي ولدت الدري الأول مع الراجل الثاني لاحتني أنا الجدة. علاش الراجل ما بغاكش؟ كبراتني. المهم يعني ملي حليت عيني حليتها بانني لقيت راسي كبيرة مع جدة. حليت عيني حليتها في جدة، هي هذيك اخويا. بقيت مع جدة. يلا دخلتني المدرسة، وصلت 7 سنين دخلت المدرسة. وصلت 8 سنين قلت لي امي خاصك تخرجي وتجي عندي باش تقابلي لي معايا وليداتي. قلت لها جدة لا خليها تقرا. قلت لا بنتي هذيك ندير فيها اللي بغيت، ماشي سوقك انتي. جدة قالت لها دابا يلا ولات بنتك تولات. قلت لها عاد يعني ولات في عمرها 8 سنين بدات كتقرا وكتفهم شوية. قلت لها لا نخرجها من القراية. خرجت من القراية، بقيت كنكبر معاها وليداتها كنعاون فيهم. وصلت 10 سنين بديت كنخرج نخدم في الديور، أي حاجة نخرج نخدم فيها، أي حاجة نخرج نخدم مع السرباية، مع التريطور، العذاب دوز. توصلت 13 عام، ملي وصلت 13 عام كينا في الدار أنا عايب بوحدي، كينا معايا الوالدة لا تا شي واحد. حتى واحد ما كاين معايا، كاين انا سيد ربي وراجل امي. ديك النهار عمرني ما ننساه، عمرني ما ننساه. قري وجدي ليا قهوة، راجل امك الكوزينة كنوجد ليا الكوزينة كنوجد ليه في القهوة ويدخل الكوزينة. دخل الكوزينة يعني هو يشد ملي يدو ليها خلي ديك القهوة تاعي بغيت نهضر معاك. قلت لي فاش بابا يجي تهضر معايا؟ هي تاعي تاعي بغيت ندوي انا وياك، بغيت نهضر بغيت نقولها لك. دخل ديال الصالون كرفس علي. أو مش كاش في عمرك ديك الساعة رجاء؟ 13 عام بطني بتسي هذاك النهار، بطني بتسي. جيت من قلت يا لعم تولي بغا طيح لي على راجلي باطل، خرجي عطيني انتساء وشوفي داك الشيء فين درتي. مشيت عند جدة قلت لها لا تعين، وهي تقول لها شوفي لما خرجتيهاش عطاتك انتساء، عطاتنا انتساء وصيفطك تشوية على الحبس. لا اله الا الله، داكشي كلشي كيرجع لي دابا، كلشي كيرجع بحال في هاد اللحظه. دز علي 35 عام ومرض 36 عام، دابا انا في عمري 41 عام، 41 عام. عمرها ما حدات فيا، عمرها ما تسوقاتني، عمرها ما قلت. بقى
عاقل على واحد المريض، مشيت قالت لي يدي الخبز الفران وطيحته في الزرق، عزت لي يدي المهراز ضربتني بها الراس. قلت لي جدات قلت لها قلت لها تموت، موت احسن من عيشتها بسبب هاد الدليت. قلت لها بسبب هاد الدليت. صافي خرجت للزنقة، خرجت للزنقة وانا في عمري 13 عام، هربتي مشيت. صافي ملي وليت كتقول لك سيري في حالك ولا غنصيفطك للحبس اش غتبقى دير كدير عاد؟ ما رجعتيش عند جداتك؟ فين ماك فين ماك؟ قالت جدتي قالت لي علاش ديتيها غنصيفطك للحبس شويه. باينه مقصحه مسكين باينه. كاين الناس حدا البحر كاين مسكين، حتى كناكل ما لقيت حتى ما ناكل، كناكل حاجه من الطوارو ديال الزبل. وسمح ليا تضروي على هذه الهضره ليا. خويا هذاك الشيء اللي عندك، اسمح لي خويا اسمح لي بزاف حق الله. بالعكس خويا خويا هذاك الشيء اللي ضرك، كلشي دير معاه قبل ما تكمل القصه، كاع لي كومونتير كلشي كتب لها شي قبل ما تكمل. هي دي داز واحد المدة لقيت راسي حامل. فين في الزنقة مع شي واحد؟ لا مع رجل امي. او مع رجل امي وحق الله وحق لا اله الا الله. اوه والله ما نكذب لك. واو بركة جيت سفعيت، جيت نست في واحد الجردة ويجي عندي واحد البنت قلت لي مالك أختي؟ هبط لي قلت لي أختي راه كاين هاكين هاكين هاكين، قلت لي غتمشي معايا لدارنا. قلت لها واخا هاتي حالتي مسخة وفي الجوع وفي النعاس وفي منعاوش لك حالتي كي دايرة. هي هذيك داتني، هذيك الدرية داتني معاها. ملي مشيت لقيت هذيك تاهي ماشي ما غير مربياها وكنت فيها وتشري في الدريات. شي وحدة تما وكنت فيها وتشري في الدريات. اه كنت فيها وكتشري في الدريات. صافي بقيت باركة معاها، بقيت شي داخل شي خارج شي داخل شي خارج. تراك عارف اخويا دار دعارة راه ماشي يعني ماشي بارك راه اللي يعني اللي ما عندها دار دعارة درتي شي حاجة راك ما غاتياكلش. اه اللي ما درتي شي حاجة ما تياكلش، طغيمة ديال الخبز ما تاكلهاش الا ما لبيتيش لها الطلب ديالها ولا ما ضحكتيش مع داك السيد ولا ما لبيتيش ليه الطلب ديالو ولا ما صافي بقيت صابر. وهي تقول لي هاد الشيء شنو اللي فكرتي شنو غديري لك؟ لا ما بغيتوش. عيطت على واحد السيده واخده كاوري كتعيش في فرنسا، قلت لها راه كاين ما كتولدش، قلت لها راه كاين كاين، قلت لها واخا انا غادي نجي ونشوف. جات شافتني كسيتني ما لقيتش عندي الحوايج ما تيجي حاجه كسيتني. قالت لي قالت للسيده قالت لها انت الساعه اللي شده الوجع ديها السبيطار وعيطوا لي انا نوصل عليكم. قالت لها واخا. صافي هي هذيك ودخل شهري شدني الوجع. هدتني هدتني ديك السيده السبيطار، هدتني السبيطار الاول ما بغاوش يشدوني، ما جاتني اموراجي هدتني السبيطار الثاني ما بغاوش يشدوني عاد بز واحد السبيطار ثالث ملي
عمري شدوني. قلت لها لا باقا صغيرة ما قدر شدو. صافي هذيك بقيت يومين وانا كان وكيشد يدك الوجه يومين عدا ولت. صافي جات المرأة عمرك قلتي 13 لعام ديك الساعه ياك اختي. اقسم لك بايه الرحمن اقسم لك بالله الا هاد الهضره اللي كنقول لك والله ما كنكذب عليك بحرف واحد والله الا حسيت بك. لا شوف ماشي غير انا، لا انا لا الناس اللي في والله كلشي يحس بهضرتك. اقسم لك بروح الرحمن والله اخويا ما كنكذب عليك وحق لا اله الا الله هذا الشيء كله جاري. صافي الغد خرجت هزيت دري صافي انا مشيت. المرا كتقول لي تعالي هزيت علي رد عيت انا ما نقربش ليه ما توريش ليا وما نقربش ليه ما حتى شي حاجه. صافي جات المرا دارت بزاف الدري داتو سماتو دوزات ليه لقيته صحيح ما فيه حتى شي حاجه. جيت عندي انا كساتني عاوتاني ودورات معايا عطاتني داكشي اللي قسم الله قالت لي باش تاكلي وتتنوضي. الفلوس اللي عطاتهم ليا والحوايج اللي عطاتهم ليا خداتهم ليا الاخرى وعطاتني قتله ديال شكون هذيك؟ عطاتني قتله ديال حشاك ديال الكلب قتله ديال العصا وقالت لي خرجي عطاني التيسه صافي سيري في حالاتك. حيت علاش انا جيك الهضر علاش غتقول لي تاهي خرجي شري في حالاتك تمشي عليك اخويا. تصور من داك الوقت لدابا واحد الناس اللي عطاهم يا سيدي ربي هما اللي كيحنوا فيا. وتصور شحال في عمرهم، واحد في عمره 4 سنين واحد في عمره 8 سنين هما اللي كيحنوا فيا دابا وليداتي. اي واحد كتلاقى معاه ضروري كيبغيك على شي حاجه يا مريا راجل كيبغيك على شي على حاجتو كترافق معاك على حاجتو يا مريا راجل كترافق معاك على حاجتو صافي كيقضي فيك حاجتو كيلوحك بحال شي بحال شي حاجتك طارو ديال الزبل. هي هادي صافي تقولي غتخرجي تقري تيسا حشومة عليك باقي يلاه عندك 3 ايام حشومة عليك ما هي شنو دارت لك ما دارت لك شي حاجة نور نشقى عليك نور اي حاجة يعني ما بركش ترتاحي قلت لي لا تمشي في حالاتك. صافي خرجت بقيت تلاقيت مع واحد الوحدة كانت ساكنة عندها كانت كتجي عندها حتى بحال هكا ملي كتكون في قهوة بحال هكا ولا في شي بار ولا في شي بلاصة كيجي كيبان لها شي واحد كيجيبو عندها كتلقاش كتجيبو عندها. هذيك صافي قالت لي تمشي معايا لواحد البلاصة قلت لها فين اختي انا ما عارفاش قلت لها قالت لي يلا معايا انا نوري. واسمحي لي باش ما نقصوش النقاط. نعم خويا وهذاك اللي حملتي منه راجل امك ما عطيتيش لديك السيده خداتو هذيك السيده اللي بفرنسا عطيتيه لها اللي جابت هذيك خداتو هي فاش قلت لك دارت مشيت كتبت انا وياها وكلشي خدات لك فوتوكوبيت لاكارت وخدات كلشي وحطاته في سميتها وكلشي وداتو. هي فاش جرات عليا ديك خيتي اللي كنت جالسه عندها انا خديت لي الفلوس وخديت لي الحوايج وجرات عليا حيت علاش حيت غادي تضرب على بناتها باش تديهم ليها هذيك خيتي فهمتي غتقول ليها راه انا من بعد عاد غنسيق الخبار غتقول ليها ودي راه موت الدري راه بغات راه رجعات هانتي انا غندير انا وياك يعني شي فهمتي شي خطه ولكن باش ما تداخلش لك الدري ولكن غتدي لي وحده من بناتي معاك لفرنسا تسلكيها تقرا تما فهمتي. اسمح لي يا خويا كلي كنت ترعد حق الله انا كنت فكرت كلي كنت ترعد اقسم لك باي رحمه كلي كنت ترعد. خذي راحتك اختي هذيك خيتي صافي داتني مع
كاري بيت مع جيران، داتني لبساتني قادتني ما قالت لي تعطيش لي شعري كل داتني معاها، خرجتني وصلت مارش 11 ديال الليل ولا مارش 12 عيطات على طاكسي داني معاها مشي البار. قايز معاها يلاه 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 تبليت، سكنت مع هذيك الدريه نيت في داك البيت، هي كتخلص 3000 وانا كنخلص 6000 ريال، والمعيشه كناكلو مجموعي. اي هذيك وهي تقول لي واحد النهار جات تقول لي هذيك الدريه، قالت لي راه وحده من الدريات بنات هذيك راه مشات لفرنسا، راه داتها فلانه هي اللي داتها، اللي دات الدريه هي اللي داتها. قلت لها الله يسهل عليهم بجوج صافي، ما بقيتش حامله نسمع سميتها ما انا كاع اصلا. ما تعرفتش مع ولدك؟ لا هي هادي صافي نحارفت، وليت كنكمين وليت كنشرب وليت صافي، خرجت للطريق ديال خرجت للطريق ديال بصح، جميع البليات وليت كنديرها ثاني الحشيش شراب كلشي 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 اللي قدامي كنديرو. فين ما كنت فكر شي حاجه وكنكون مشي على كارو وكنحطها في يديا، فين ما كنت فكر شي لقطه جرات ليا كنكون مشي على كارو ولا جوان كنحطها في يدي كنحرق يدي صافي. هي هذيك بقايت غاد على داك، بقايت غاد على داك على داك الطريق، خليت فين مشيت، خليت حتى بلاد في المغرب، ما خليت فين تساريت، خليت فين جا الوقت، ما خليت فين حتى لواحد ناريت. وانا نتلاقى مع واحد السيد عاود لي كلي يا اختي قصيره وزوينه وشنو وصلك لهذا الشيء كان، وانا عاود لك لي خويا راه هكين 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 هكين، هو يقول لي اختي قلت لي نعم، كلي نقول لك واحد الحاجه وتبغي ديرها معايا، قلت لي خويا انا ما كرهتش. فاش قال لي هو ما قال لي هو هاد الكلمه ديال ندير معاك واحد الحاجه اختي واش تقبلي بيا تقبلي ديري معايا، حتى قلت لي اخويا انا ما كرهتش عاشي بلاصه، قلت لي نحيد من كل شيء هاد البشر وشي بلاصه اللي نسد على راسي فيها وما يشوفني شي واحد، انا كل نشرب والنعاس، انا كل نشرب والنعاس صافي، قلت لي ما بقيتش حامله شي حاجه صافي. هو يقول لي يا اختي انا مجوج، قال لي عمرتي ما كتولدش وما بغاش يعطيني الموافقه باش نتزوج، ولكن واش تزوجي بيا بالفاتحه؟ انا من كثر داك الشيء يعني عشتو مع البشر، قلت لي اه اخويا الان اه قلت لي والزرقه ما تزرقه ما نشوفهاش، قلت لي اقسم بالله اي ترى عمل اللي درتي فيه، قلت لي الخير الزرقه ما نشوفهاش صافي. ديك الساعه هزني من البار صافي داني لديك الدار اللي كاري فيها هو، بقيت معاه شحال ساكنه انا وياه، شويه جات مرتو دارت لينا الشوها في هذيك البلاصه، كنت ساكنه انا في ديك المدينه نيت، دارت لينا الشوها في ديك المدينه، هزني مسكين وداني خارج من المدينه في العروبيه فهمتي الدوار، هو كيدير لي طوبيس كيدير لي طاكسي كيدير، وكرا لي مسكين تما كينس وخلاني كري لي ما عرف شي شهر ولا شهر ونص، قلت لي اخويا انا حامله، قال لي اه ما تحيديش، قلت لي كان قال لي ما تحيديش هذاك ولدي انا ما تحيديش صافي. زيد
يعني كديري فيه غير شويه ديال الثقه، واخا معاشره انا وياه ديري فيه غير شويه ديال الثقه، ما ديريش ديك الثقه العميه كامله بان صافي راه من كثرت ما مشيت في البشر، ومن كثرت ما تعاشرت مع البشر وما بروفاتي في بنادم، وما الهضره اللي كان كيقول لي بنادم صافي. ملي قال لي خليه زاد كبير في عينيا، ولدت هذاك الوليد، وليد هو اللي عنده دابا 8 سنين، ولدته فرح بيه مسكين فرح صافي. ومسكين ديما ديما لما جي يشوفو كيصيفط ليا مع الطاكسي ولا يصيفط ليا مع الطوبيس الفلوس ديال المعيشه يوميا وفلوس كرايه. داز عاوتاني واحد المده ديال 3 سنين او 4 سنين، حملت بالوليد هذا اللي عنده 4 سنين وطالع في 5 سنين، حملت بيته هو. قلت له ترى انا حامله، قال لي خلي هذوك ولادي بجوج، انا تي مرتي. واحد الان مازال ما صابتيش الوراق، مازال ما صابتيش الوراق. لا الوراق ديال وليداتي صوبتهم، ولكن هو مسكين توفى الله يرحمه. كيفاش هو مات؟ ضربوا الضو مسكين، ما كان كيدير تريسيان. عاودينا بعدا قبل فاش قلتي لهم اي اللي قلت لي اخويا رانا حامله عاوتاني، قال لي خلي اختي خلي ياك اختي واكله شاربه مكسيه مصبطه اي حاجه حليتها لها فمك كتجيك، علاش باغا تحرميني؟ قال لي من وليداتي. قلت لي اخويا انا ما بحرمك حتى من شي حاجه، عصاو لي الوراقات لوليداتي بحال هكا. فقول لي عير صبري اختي عير صبري، راه مرتي راك عارفه النهار الاول عاودت لك كل شيء، قلت لك راه مرتي ما باغاش تعطيني الموافقه، وانا هذوك وليدات غنبغي نعترف بهم، انا شي نهار غنحطها قدام الامر الواقع. صافي بقيت صابره 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 صابره. الوليد ولدت في كورونا 2019، يلا تزاد ب 20 يوم ضربوا مسكين هو الدم مات. صافي بقيت بوحدي ولكن كان فيا يعني ما نكتبش عليك هذاك الانسان صراحة، يعني شو شحال ديال البشر مثلي والديني وما حنيت فيه، وش شحال ديال البشر ما حنيت فيه هذاك السيد هو اللي حن فيا. جات الموت فرقتنا. صافي من يتزاد هذاك الوليد ومات هو، صافي حيدت كل شيء، ديك البلية حيدتها، حيدت كل شيء حتى حاجة. كنت كنصلي صافي الحمد لله، كنخرج نجي كنلقى وليداتي مساكن مسخلي ليا مايها ممري كوز ديالاتي حاطيني تسناو فيا. داكشي كل تأنيت في صحتي، مرت عندي السكر طونسيو بيليبسي سرطان ديال بزولتي، الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله. وانا كنشكر الله يعني سبحانه وتعالى، يعني واخا داز علي داك العذاب وداك الشيء كل شيء، في الاخر عطاني ربي جوج ياقوتات نكبرهم بالحلال، ومعمر يعني خبز ديال الحرام ما نوكلها ليهم، معمرني وكلتها ليهم ومعمرني نوكلها ليهم. نتقاتل معاهم باش ما طلع حتى نكبرها. وفاش خدامة دابا؟ نتمنى ما اللهم دوك اخويا انا ندير غير فريري شي حتى الجامع فيها كلينيكس وتسابح قرآن اين مدينة؟ كنبيرة.
مدينة جديدة. رجاء الى بغى شي واحد يعاونك ويوقف معاك وانتي وليداتك نعطيو الرقم. الله يرحم لك الوالدي والله يسترك. اللي بغى الرقم ديال رجاء يتواصل معايا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي ار او اس باس اش اي ال ا ال اي. يكتب لي بغيت الرقم ديال رجاء من جديد. نعطيكم الرقم ديال رجاء باش نقول لك رجاء. نتمنى بعد اي واحد يتفرج كلشي يقول لي لا شي دعوه. اي واحد سمع القصه ديالها يقول لي شي دعوه. اي واحد وكذلك دعوه الزوج ديالها بالرحمه. نتمنى تعيطي لي رحمة وتوسع لي في ضيقات القبور يا ربي. نتمنى تعيطي يا ربي ترحمه يا ربي تصلح لي وليداتي يا ربي. امين يا رب يا ربي تصلحهم لي. نتمنى تعيطي لي شي نهار نلقاك حسن ونلقاك بدارك ونلقاك حسن من الذهب. يا أيوة عزيز تفرج ديما كل شيء ديما لي كومونتير كاملين في هذه اللحظه. اي واحد يتفرج اي واحد يسمع قلت لي كومونتير كامل ما يوقفوش من التعاوي معاه. كذلك الا بغيتوا الرقم ديالها تواصلوا معايا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي ار او اس باس اش اي ال اي ال اي ال اي بدر الهلالي. غادي نعطيكم الرقم ديال رجاء من جديده. رجاء نشكرك بزاف لأنك ساكتي معنا القصة ديالك ونتمنى السيزون الجاي تعيط لنا شي ضحكة إن شاء الله. خويا سمح لي بزاف نتا والطاقم التقني والأدمينات كاملين وخوتي اللي كيتصنتوا ليا. بالعكس أنا كنشكر خوتي أشياء تصنت اللي تصنتوا لي وفي الراس قلبي كنشكرهم بزاف كنشكرهم بزاف وكنشكرك انت خويا. ان شاء الله خاصك تشوفي لي كومونتير خاصك تشوفي لي كومونتير بعدا لي كومونتير مع كلشي تيديمك ما شاء الله لي كومونتير كاملين ما كاينش شي واحد كومونتير مون كومونتير كلشي تيديمك فان شاء الله. كنشكرهم بزاف راه غير هاد الصنات اللي يعني هاد ودانهم اللي عطاوني انا عطاوني الدنيا وما فيها وانت خويا هاد الوقت اللي عطيتيني راه عطيتيني الدنيا وما فيها. بالعكس هذا واجب والله تاج فوق الراس. راه هاد اللحظة بحال يعني بحال ديال هاد السي عبد الله من القبر وجا قال لي انا جيت نشوفك انت وليداتك ورجع الناس. كلشي دايما ان شاء الله. انا متاكد غتعيطي لي قريبا ونلقاك احسن من دابا.